السلام عليكم الدراري، جبت لكم تصريحات الاخيره ديال اشرف حكيمي في اخر مقابله ليه. صراحه قال بزاف الحوايج وفزرها، صراحه المقابله واعره وغادي تعرفوا فيها بزاف الحوايج. لدي ثقه اكبر بنفسي هذا الموسم واشعر انني بحاله جيده جدا، والهدف والتصويبه اللي سجلها ضد كليرمون قال انه شيء احب ان افعله. عندما كنت صغيرا لعبت بشكل اعلى قليلا، يعني لعب في الهجوم، واليوم احاول العمل على انهاء تدريبات مع زملائي، يعني احاول اخدم على الفينيشين او التسديد الاخر. نحن نضحك على ذلك لانني احاول التنافس معهم من خلال تسجيل المزيد من الاهداف. هذا العام اتيحت لي المزيد من الفرص للقيام بذلك بفضل النظام. هنا قالوا واحد نقطه مهمه، الخطه اللي كيلعب بها غالتشي اللي كيلعب بثلاثه في الدفاع وكيعطي الحريه الاظهره لكل اجنحه وكيساعد الهجوم. ولدي ثقه اكبر من نفسي واشعر بسعاده كبيره مع زملائي. والعلاقه مع سيرجيو راموس قال صحيح أننا نفهم بعضنا البعض وهذا ينعكس أيضا خارج الملعب، لدينا صداقة كبيرة نحاول أن نمررها في المباريات حتى يصير الاتصال بشكل جيد، خاصة أنا وزميل الفريق الأقرب لي في أرض الملعب نتحدث كثيرا، إنه يساعدني في كل شيء ويقدم لي الكثير من النصائح. والسؤال المهم سوله واش كتفرج في الماتشات ديالك. هنا في كنت المح المهم قال لهم حسنا نعم، أحاول مراجعة ما قمت به وتحركاتي لمحاولة تحسين أشياء معينة، ليس فقط الأشياء الجيدة ولكن أيضا الأشياء السيئة، وحاول تحليل كيف يجعل نفسي مفهوم بشكل أفضل من قبل بعض زملائي في الفريق وتحسين الأمور، وأنا أحاول أيضا تحسين ما فعلته العام الماضي. أنا فضل فبارشي قال باللي باغي حسن بزاف الحوايج، منهم يتفاهم مع المنظومة واللاعبين اللي كيلعبوا معاه، وهنا بطبيعة الحال غادي يكون شاف شنو كيدير مع ميسي في لي ماتش ولي باس كاع ما كيعطيه، وكنتمنى صراحه هذا العام يخدموا مزيان ويعطي لي باس كما كان كيدير شحال مع برشلونه مع الفيس على مستوى الهجوم. وعلى المدير ديالو الجديد غالتشي قال عليه يمكنك ان ترى جيدا كيف تسير الامور في ايام المباريات على حافه الملعب، لكن بصرف النظر عن ذلك فهو شخص مضحك ويعرف كيف يمزح مع اللاعبين القريب منهم الذي يحاول منحهم الموده، وصحيح اننا نشعر بذلك وهذا يمنحنا الثقه خلال المباريات. اجيب لكم التصريحات ديالو ان شاء الله ولي فراسكم.